هسافر دلوقتي من الشيشان الى داغستان بالميكروباص. تعالوا معايا عيشوا المغامره بتاعت النهارده، وادينا لايك جميل وكومنت رايق. عايزين نوصل الفيديو ده ل 20,000 لايك ونقول بسم الله توكلنا على الله. يلا بينا. المفروض يا جماعه ان الطريق من جمهوريه الشيشان الى جمهوريه داغستان مش طويل قوي، حوالي 3 4 5 ساعات كده يعني بالكتير. فجيت هنا الموقف المفروض بيطلع على داغستان. هشوف دلوقتي فين العربيات اللي بتروح داغستان. داغستان جديه، داغستان وتيتي خرشوك. مخاتشكلا دي عاصمه داغستان. فبيقول لي هنا ايوه لقيت العربيه تحمل داغستان. نشوف بقى الدنيا والاجره والمواصلات والكلام ده كله وننطلق. الناس كلها تتفرج عليا في الموقف، بيقول لك مين المجنون اللي بيصور في الموقف بتاعنا ده. طبعا انا قررت ان انا اسافر بالميكروباص لان انا عايز اعيش تجربه زي اهل البلد بالظبط، واعيشكم معايا كمان المغامره. ايه يا جماعه، العربيه بتاعت داغستان اهي بيروح على مخاتشكلا. مخاتشكلا دي العاصمه بتاعت داغستان. فايت. السلام عليكم. اسومكم كده يا استاذ نبرخو؟ لا لبنان. خرشو. نحط الشنطة فوق ونشوف الدنيا بتقول ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. تجولي نمنوشكا. بس ما تري. نرمانة ده؟ شو ده؟ طيب تمام. برخة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. حطينا الشنطة بتاعتنا الجميلة هنا. وحجزت الكرسي بالشنطه بتاعتي الصغيره، وننزل بقى نشوف الاجواء تحت نشم شويه هواء. اسكوكا ستويت؟ شتيري ستويت. شتيري ستويت. بلاتيت اللي باتوم؟ باتوم. خرج. الاجره يا جماعه 400 روبل، يعني رخيصه جدا، حوالي 4 دولار او 5 دولار بالكثير، فالاجره كويسه يعني مناسبه، وبيقول لي الدفع بعدين مش دلوقتي. في حد فارش بحاجات بسيطه برضه هنا اهو، الباقي ده مصاصه. ده كشك تاني اهو. يا ترى منتظرنا ايه هناك في داغستان، في بلاد حبيب الملاكم المشهور رئيس رمضان كاديروف؟ سواء هنا بيساعدك انك تحمل حاجه بتاعتك بنفسه، يعني بياخد الشنط بتاعتك او الاكياس بتاعتك ايا كان وهو اللي بيحملها. بصوا بقى يا جماعه، بخلاف الميكروباصات برضو ففي حاجه تانية هقول لكم عليها. هنا مثلا هتلاقي في عربيات واقفه، فالعربيات دي بتحمل كده بالاربعه. السلام عليكم. السير تاكسي. العربيات دي زي تاكسيات بتحمل اربعه، مثلا اربع اشخاص مع بعض بيتجمعوا ويطلعوا على مخاتشكلا على عاصمه داغستان. طبعا الاجره اغلى شويه، قالوا لي ان هي ب 1000 تقريبا، ولكن المسافه تقريبا واحد، فمثلا الميكروباص بياخدها في 3 ساعات، هم ياخدوها في ساعتين ونص حاجه كده يعني. ولكن يعني الميكروباص هو الطريقه الشعبيه جدا جدا جدا، ولكن دي برضه تعتبر طريقه شعبيه، فده ممكن وده ممكن. عندنا برضه في مصر نفس الموضوع، وفي السعوديه نفس الموضوع، وفي اماكن كتير رحتها وفي اذربيجان كانوا بيعملوا نفس الموضوع، في جورجيا نفس الموضوع. فسبحان الله كان البشر كلهم اتفقوا على نظام واحد، في ميكروباصات وفي عربيات خاصه بتقف بره يحملوا كده ايه اللي هو تاكسي شيرنج، فاهمين ازاي؟ فسبحان الله الدنيا كلها تقريبا واحد او البشر كلهم واحد. الحاج سواق العربيه بيحاول يقنعني، بيقول لي العربيه دي هتتحرك الساعه 1 الظهر. عارف يعني ايه 1 الظهر؟ يعني كمان ساعتين. بيقول لي الساعتين دول تلاقي نفسك وصلت فيهم هناك اصلا، ده انا خلاص فاضل لي 2 واطلع. فبيقول لي انت تيجي وانا معايا واحد في العربيه تبقى 2 ونطلع. قلت له يا عم لا، انا خلاص انا حطيت شنطتي ووعدت الراجل، خلاص ما ينفعش ارجع في كلامي. فبيحاول يقنع فيا كمان وكمان. كان في مكتوب ايه؟ نيكوريت، لا تدخن، ممنوع. ما شاء الله. شايفين يا جماعه، حتى في مكان شعبي جدا زي موقف ميكروباصات مفيش ورق على الارض، مفيش زباله على الارض، هنا في نظام وفي نظافه. يعني جنب كل عربيه تقريبا هتلاقي باسكت بسيط بالشكل ده، اللي شرب حاجه اللي جال حاجه يرميها هنا بدل الناس ما ترمي في الاراضي. فحاجه بسيطه جدا 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 يعني، شايفين مفيش ورق في الارض. ده هنا فارش بيه طواقي على السور بتاع الموقف زي بتاعتي. سكوكا ستويت 3 تيسيتش. اسعاره غاليه. ابو تيتي سكوكا ستويت
تريبيت صوت 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 تريبيت في الموقف ده وقت استكشف الدنيا وبزاول في الناس والناس بيزاولوا فيا. انا بحب بصراحه كده ان انا ادخل نفسي في قلب الناس واتكلم معاهم ويتكلموا معايا وبتاع، فببقى مبسوط وببقى متحمس. يا مسهل الحال يا رب نحمل ونطلع بقى. يعني بيقول لك ميعاده رسمي الساعه 1، حملنا قبل الساعه 1 هنطلع، ما حملناش يبقى هنطلع الساعه 1. ربنا ييسر. وادي قاعده بسم الله. نعمل ايه طيب؟ لازم ننتظر. السلام عليكم. ناس يعني بسيطة فتقول لي انت جيت لنا هنا ضيف؟ قلت لها اه. قالت لي قعدت كام يوم؟ بقول لها 5 ايام. تقول لي عجبك البلد؟ قلت لها جميلة. تقول لي لازم تيجي بقى في الصيف بقى، عندنا الجو يبقى حلو قوي في الصيف. قلت لها ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. السلام عليكم. ناس عشرية قوي. كاك واسوا. الحمد لله. الحمد لله. الناس كلها اتلموا حواليا بيقولوا انت منين؟ قلت لهم من مصر. وايه ايه الاخبار مصر والحكايه والروايه والدنيا. ناس جميله عشريه والله. شايفين الحمام قد ايه يا جماعه؟ كتير. انا ساعات ادخل اقعد في العربية شوية. بسم الله. السلام عليكم. جو برا تلج. خلاص وقت العربية بتطلع دلوقتي فندفع الفلوس. بس يبقى الميكروباص حمل وهنتحرك دلوقتي ان شاء الله. بسم الله توكلنا على الله. على الحدود هنا يا جماعه ما بين الشيشان وداغستان في نقطه حدوديه زي نقطه مرور كده، فوقفونا دلوقتي وكله نزل عمل فحص على الجوازات ومش الجوازات. المهم البوليس اللي في النقطه الحدوديه دي بوليس روسي، لا داغستاني ولا شيشاني، يعني هم روس اللي واقفين. ونزلوا الرجاله كلهم من الميكروباص، رجاله بس، ودخلوا ايه عملنا فحص. عدى على خير الحمد لله واتحركنا. وقفوا العربيه، بيقفوا شكل عشوائي كده على الحدود ما بين الشيشان وداغستان. نزلوا رجاله بس من العربيه، دخلنا اوضه كده مقفوله فيها جوه شرطه وزي المطار كده. بصوا على الباسبور وشيكوا على الباسبور على السيستم كل واحد من الرجاله، وبعد كده كله تمام تمام تمام. عدي 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 خلاص مفيش مشكله.
وركبنا عربيه ومشينا. بيقفوا شكل عشوائي، مش كل العربيات بيحصل فيها كده، والناس اللي موجودين ما يعرفوا عربيه. يقول لك اول مره يعني احنا بنسافر رايحين جايين على طول، اول مره تعرف موقف زي ده. على حظ انا ولا ايه؟ مش فاهم. حد عمل اي حاجه غلط او حد عليه حاجه او ايا كان، ممكن حاجه زي كده ان هو يتاخد بقى وخلاص. المهم الحمد لله على السلامه، احنا كده دخلنا اراضي داغستان. موقف الحدود ده موقف بصراحه صعب ورخم شويه يعني. ممكن متابع بسيطه يقول لي انت سايح، ايه اللي جايبك هنا؟ زي شايفين كده في الميكروباص مفيش سياح، اهل البلد بس اللي بيروحوا ييجوا سواء من هنا او من هنا. مش مكان يعني مألوف ان السياح تعدي عليه اصلا. لو واحد رايح سياحه مثلا داغستان بينزل بطياره، واحد رايح سياحه الشام بينزل بطياره، مع ان الشيشان مش وجهه سياحيه مشهوره. فاللي بينزل مثلا داغستان اكتر شويه فممكن ينزل على داغستان، ولكن ممكن يقول لي انت ايه اللي بتعمله هنا يعني، انت في مكان المفروض ما تبقاش موجود فيه. ولكن هو خد الباسبور حوالي 3 4 دقايق، دخل كل البنات على السيستم، بعد كده قال لي خلاص تمام اتفضل كله زي الفل. قلت له تمام، قال لي تمام وعديت. ما كانش ينفع اصور جوه بشكل كبير لان طبعا هنا مش هزار، هنا مش هزار اطلاقا. احنا دلوقتي قريبين من منطقه يعتبر خطر ومن حدود وفي وقت حرب وفي ايام يعني صعبه. فقعدت على خير الحمد لله وفي اتجاه مخاتشقلا عاصمه داغستان. وصلنا الحمد لله الى داغستان. رحلة خدت حوالي 3 ساعات وربع، 3 ساعات ونص. العربيه ما كانتش مريحه الصراحه، ولكن الرحله مش طويله قوي، ولكن العربيه ما كانتش مريحه فانا كنت تعبان شويه في الرحله دي. دي اول نظره على مخاتشقلا عاصمه داغستان. ده الباص اللي احنا لسه نازلين منه حالا. دي الاجواء حوالينا، نزلنا هنا بسم الله. النظره الاولى على مخاتشقلا، نشوف الدنيا حوالينا بتقول ايه. اول حاجه لاحظتها يعني ان الجو هنا ادفى شويه من الشيشان. مفيش كميه التلج والبياض اللي في كل حته. حتى لما جينا قربنا ان احنا ندخل داغستان، الارض بدات تكون خضراء او ارض طينيه، يعني مفيش تلج. هنا طبعا بحر قزوين قريب، هنستكشف كل الكلام ده الايام اللي جايه. خلينا دلوقتي بس نتحرك على الفندق، ولسه عندنا كام يوم نستكشف فيهم الدنيا كلها، فيلا بينا. بسم الله. تعبان تعبان وجعان وجعان، يعني تعبان مرتين وجعان مرتين. نعمل تشيك ان وننطلق. السلام عليكم. بسم الله. وصلنا الفندق، فلازم نعمل بقى النطه اللي احنا متعودين عليها في كل فندق. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عجبتنيش، نعمل واحدة تانية. الأوضة لطيفة يا جماعة، هنا الحمام وهنا قاعدة، سكر وشاي ومية وشاشة ومكتب وسرير وبلكونة، ولكن مش لاقي البتاعة بتاعت البلكونة فهبقى انزل اخدها منهم، ولكن الفيو رائع. احنا في السيتي سنتر بالظبط دلوقتي. المهم يا جماعة وصلنا داغستان، احنا دلوقتي في العاصمة مدينة مخاتشقلا. ايه رأيكم في الرحلة من الشيشان الى داغستان؟ لسه الدنيا بدري، الساعه تقريبا 5 او 5 وربع، ولكن 5 تقريبا ما كملتش حتى 5، ولكن الدنيا تحسها بتضلم خلاص. مخاتشقلا مدينه في منتهى الجمال. الاربع ايام اللي جايين هنستكشف فيهم داغستان حته حته حته. اوعوا تفوتوا اي فيديو، تابعوا كل الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. دلوقتي هرتاح شويه، هاخد شاور اغير هدومي وانزل اتعشى باذن الله، ومن بكره نبدا بلوجات جديده. اشوفكم بكره في مغامره جديده وفي فيديو جديد. عايزين نوصل الفيديو ده ل 20,000 لايك، دعمكم مهم، واعملوا شير بقى عشان نوصل لعدد كبير ان شاء الله في اقرب وقت ممكن. يلا سلام.